أحلى حاجة في الحياة العيلة، فيها كل اللي تتمنى العيلة، جواها تلاقي الراحة العيلة، وسطيها كل الفرحة. لما نقول أحلى عيلة في الدنيا عيلة يسوع، من كل مكان في العالم عيلة يسوع، جمعنا في جسده على الصليب عيلة يسوع، ممكن أخاف لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا،
ايدك مطمن، ضامن فيك العمر بتاعي. ليه انا هلا اصلا؟ ربي يا راعي اشطر راعي، انا في ايدك مطمن، ضامن فيك العمر بتاعي. ليه انا هلا اصلا؟ يلي لو انت امبارح تقدر تضمن بكره كمان في ايدك، بكره وبعد وبعد وبعد، ضامن كل الايام فيك، طول ما تفضل ليا رعيه. انا مش ممكن اخاف كل طفل متألم يا رب في البلاد اللي حوالينا بسبب الحروب اللي بتحصل. يا رب انا بصلي ان انت توصل سلامك يا رب وسط كل الظروف الصعبة. بصلي ان كل فرحة وامان ابليس عايز يسرقها مننا تكون يا رب بترجع لنا، وتكون يا رب بتحسسنا في كل وقت يا رب، حتى لو الظروف حوالينا مش بتتصلح يا رب او صعبة، لكن بصلي ان طول الوقت حاسين انك معانا، وطالما انت معانا فمش المفروض نخاف يا رب. ما تسمحش الابليس يا رب انه يسرق مننا فرحنا يا رب وسلامنا، لكن بصلي ان تكون طول الوقت معانا وبتفكرنا يا رب انك مش هتسيبنا ابدا في اسم يسوع. امين. أشطر راعي، أنا في إيدك مطمن، ضامن فيك العمر بتاعي. ليه أنا هلا أصلا؟ ربي يا راعي أشطر راعي، أنا في
ستة وانا لسه في سنة رابعة، وفي ناس اولى وتانية وتالتة وفي ثانوي وفي الجامعة. قادر تعرف كل خرافك بالاسم وبالسن كمان، تضمن لي حياتي لاني خروف مخصوص وسط الفرفان. طول ما تفضل لي رعية انا مش ممكن اخاف. لو مش شايفه بعينيك ده حقيقي اكتر من اللي انت بتشوفه بعينيك. وقول تاني: لانك انت معايا، لانك انت معايا، ولانك انت معايا ايه بقى يخوفني؟ لانك انت معايا، لانك انت معايا، لأنك أنت معايا إيه بقى هيخوفني؟ يلا مع بعض بقى، 1 2 3 4. لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا إيه بقى هيخوفني؟ اخواتنا وحبايبنا اللي بيشوفونا في كل مكان، ما خبيش عليكم الوضع مش احسن حاجه، واحنا مش طالعين النهارده نقول ايه بقى هيخوفني عشان الوضع احسن حاجه. لا، الاسبوع اللي فات كنا بنصلي لشمال اخواتنا في شمال سوريا، وللشر اللي بيتعمل عليهم، وللضرب اللي بيتعمل عليهم، وللهرب اللي هم بيهربوه. الاسبوع ده فوجئنا ان اخواتنا كمان في دوله لبنان في عندهم مشاكل، والوضع مش مستقر، وحاجات بتحصل في الشارع، ومحدش قادر يروح الاجتماع، والاجتماعات بتتلغي، ومحدش قادر يروح شغله، حتى الأطفال ما بقوش قادرين يروحوا المدارس بتاعتهم. في الجزائر في مشاكل كبيرة. طيب احنا نعمل ايه؟ بس احنا مش بنقول، مش طالعين نغني النهاردة ونقول ايه بقى هيخوفني علشان ان احنا جامدين جدا، لا، ولا طالعين نقول ايه بقى هيخوفني وبنصلي لاخواتنا في الدول دي ان هم ما يخافوش عشان احنا جامدين، ولا عشان احنا واثقين ان في حد هيحميهم، ولا عشان احنا واثقين ان في حد هياخد لهم حقهم، ولا عشان احنا واثقين انه في حد هيقول لهم ما تخافوش انتوا، لا خالص. ده عشان احنا عارفين ان في حد مات عشاننا وعشانهم ودفع الثمن، واللي عمل كده اكيد بيحبهم وبيحبنا، بيحبهم قوي قوي قوي. طب انا اقول لكم على حاجه، ده انا لو في مره عملت حاجه غلط بعد كده جه حد كبير قال لي ما تخافش،
انا هشيل عنك الحاجه الوحشه اللي انت عملتها. وقال لكل الناس ما حدش يكلمه، انا هشيل عنه الحاجه الغلط، انا هشيل عنه العقاب ده، ما حدش يضايقه. وبعد كده قال لي ما تخافش، انا شلت عنك الحاجه الغلط اللي انت عملتها، انا معاك على طول. ده انا لو حصل ايه مش هخاف مهما حصل طول ما هو جنبي. تخيلوا بقى انه في حد كبير شال عني كل حاجه غلط انا عملتها، مش حاجه واحده، شال عني كل الغلط اللي انا عملته واللي لسه هعمله، وحبني من غير ما يبقى فيها حاجه تتحب من اساسه. وبعد كده قال لي ما تخافش، انا شلت من عليك كل الحاجات الغلط اللي انت عملتها، وانا موجود جنبك، انا معاك على طول على طول على طول على طول. ده انا مش هخاف حتى اسمع معايا كده. حتى لو الارض اتهزت تحت ايام، انا عارف ان ملايكتك حواليا، مكتوب ان اسمي منوش على كفاه، ليل ونهار انت عينك عليا. حتى لو الارض اتهزت تحت ايام، إن ملايكتك حواليا، مكتوب إن اسمي منوش على كفاه، ليل ونهار إنت عينك عليا، ليل ونهار إنت عينك عليا. انا لسه صغير وحاجات ساعات
أيوة، هو وعدني أنه أنا في سلام. هو قال أنه سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. وأو كمان مكتوب زي ما الترنيمة بتقول أنه هو ناقشني على كفية. بصوا كده مكتوب إيه هنا، مكتوب كارول. احنا بحاول اوصل لكم، يعني اسهل لكم الموضوع شويه. انا بحب كارول قوي قوي قوي، وقررت فين كارول، كارول اهي، انا بحبها قوي قوي، قررت اكتب اسمها على ايديا علشان افتكرها طول الوقت، وعلشان اصلي لها وافتكر ان انا اسال عليها طول الوقت. انا بحبها قوي قوي. هو ده بالظبط اللي حاصل مع ربنا. هو ناقشنا على كفيه من ساعه ما دخلنا جوه البيت ده، هو نقشنا على ايديه، بيحبنا قوي قوي قوي، وطول الوقت احنا في فكره، وطول الوقت هو مهتم بينا وبيدينا سلام. اوعى تكون، اوعى لحد دلوقتي لسه مش في سلام، لسه مش جوه البيت. اوعى اوعى، احنا الموضوع ده احنا كررناه كتير قوي، احنا كل حلقه بنطلع بنقول الموضوع ده، بنقوله كتير قوي قوي، بس لانه مهم قوي. اوعى يكون كل ده وانت لسه مش مستمتع ببابا الجميل ده. عارفين مكتوب كمان في اشعياء 49 انه لو في، هل في، لو يعني الام ممكن تنسى البيبي بتاعها، ممكن ما تهتمش بيه، ممكن ما تطبطبش عليه، مستحيل مستحيل، اكيد ما ينفعش. وحتى لو ده حصل بيقول كده، انا بقى مش هنساكوا ابدا، مش هنساكوا يا رب. بس احنا الوضع صعب قوي، ساعات بنخاف بصراحه، بنخاف يعني نعناعه، صح؟ ايوه، حاجات بتحصل كتيره بتخلينا نقلق ونخاف ونحس انه مفيش امان ومفيش حمايه. بس هو ناقشنا على كفيه، هو بيفكر فينا طول الوقت. اوعى اوعى تكون لحد دلوقتي مش مستمتع ببابا، مش مستمتع ان انت ابن جوه البيت ده وقاعد في حضن بابا ومنقوش على كفيه. عشان كده احنا عايزين نصلي معاكم دلوقتي تاني وتالت وعاشر ومليون، علشان كلنا نبقى مستمتعين بالحب ده بتاع بابا، بابا اللي في السماء، بابا اللي حاططني ناقشني كده على ايديه، بيفكر فيا طول الوقت، بيحبني قوي 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 قوي، طول الوقت مهتم بيا، طول الوقت عارف كوكي. ايوه، لان هو ناقشني، تخيلوا ناقشني على كفايا نقاشتك. تعالوا كده نقول الكلام ده مع بعض. يسوع، يسوع، وقول اسمك كوكي، انا منقوشه على كفيك. انا كوكي، انا كريس، منقوشه على كفين بابا، منقوشه على كفين بابا، بيحبني قوي، بيحبني قوي، ومهتم بيا قوي 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 قوي، مهتم بيا قوي قوي قوي. الصلاه دي احنا عايزين نصليها مع اي حد لسه مش عارف ان هو بابا، ولسه مش مستمتع بالحب ده، ولسه مش عارف يبقى جوه البيت الجميل ده وجوه حضنه، ومكتوب ومنقوش على كفيه. دلوقتي احنا عايزين نصلي معاك. لو انت لسه مش مستمتع، لسه مش حاسس قوي ان هو بابا بجد، لسه مش مستقبل حب للآخر، لسه مش شايف اسمك وهو مكتوب على الكفين بتوعه، صلي معنا الصلاة دي. يا رب، يا رب، احنا بنحبك قوي قوي، احنا بنحبك، وعارفين انك بتحبنا قوي قوي قوي. افتح عينينا فنشوف انك كاتبنا على ايديك، شوف انك مهتم بينا قوي، بتحبنا قوي قوي، وبتدينا سلام وحماية ورحمة طول الوقت. يا رب أنا بصلي إنه أبقى بستمتع بالحب بتاعك، أبقى بستمتع بإنه أنت بابا. تعال نقول الكلام ده، يا رب، يا رب، عايزين نستمتع، عايزين نستمتع بإنك بابا، بإنك بابا اللي بيحبنا قوي، اللي بيحبنا قوي. عايزين نستمتع جوه بيتك، عايزين نستمتع جوه بيتك، جوه حضنك، جوه حضنك، نشوف نفسنا وإحنا مكتوبين أسامينا على إيديك، نشوف نفسنا وإحنا أسامينا على إيديك، نشوفك بابا، نشوفك بابا، حتى لو الظروف اللي احنا فيها صعبه، حتى لو الظروف اللي احنا فيها صعبه، ده ما يخليناش، ده ما يخليناش ننسى، ننسى او نتوه، او نتوه، وما نعرفش نستمتع بحبك، وما نعرفش نستمتع بحبك. احمينا جوه محبتك، احمينا جوه محبتك، احفظنا جوه محبتك، احفظنا جوه محبتك للابد، للابد، مهما حصل، مهما حصل، مهما كان، مهما كان، احفظنا جوه المحبه بتاعتك، احفظنا جوه المحبه بتاعتك. المهم مش ان احنا مع مين ولا بنأيد مين ولا بنعمل ايه ولا ما بنعملش ايه، ده مش المهم خالص. مش المهم مين يكسب في الاخر ومين يبقى مع الحق ومين مش مع الحق. احنا
احنا اللي عايزين نقوله النهارده واللي عايزين نعمله انت في حضن يسوع ولا لا. مهما حصل خليك جوه حضن يسوع، اوعى تكون مش في حضنه، اوعى تكون بره البيت، لازم تبقى جوه البيت. خطر جدا عليك انك تبقى مش في حضن يسوع، حتى لو كان الحق معاك، حتى لو كان انت كل حاجه بتعملها صح في حياتك، خليك جوه حضنه. خليك مع الحد الكبير ده، مش انسان كبير، لا، خليك مع باباك الكبير العظيم، باباك اللي قال لك انا هبقى معاك على طول، انا مش هسيبك ابدا ابدا ابدا. خليك جوه حضنه، دي اهم حاجه نعملها النهارده. وعايزين نتاكد ان كلنا في البلاد العربيه اللي احنا فيها، اللي انتم بتسمعونا منها النهارده، اللي انتم بتتفرجوا علينا منها النهارده، سواء كان فلسطين، سواء كان لبنان وحواليك مشاكل كتير، سواء كان الجزائر، سواء كان اليمن، سواء كان شمال السودان او جنوب السودان، سواء كان سوريا، شمال سوريا او جنوب سوريا، احنا بنحبكم جدا. عشان كده جايين نقول لكم النهارده خليكم جوه حضن يسوع، دي اهم حاجه انت تعملها النهارده. أنتوني ازيك؟ ازيك يا أنتوني؟ كويس، وحشني جدا، عامل ايه؟ وانت كمان؟ قول لي يا أنتوني، انت بتسمع عن الحاجات اللي بتحصل في البلاد العربية اللي حوالينا؟ اه. طيب وايه بيبقى شعورك يا أنتوني، او ايه بيبقى رد فعلك؟ بكون متضايق. بتكون متضايق. طب قول لي كده باختصار سريع يا أنتوني، ايه اللي انت سمعته او ايه اللي وصلك؟ اللي وصلنا ان انا سمعت ان هو في حرب، يعني سمعت ان هو في حرب في اماكن كده مخزومه في تكالش كانت ايه. اوكي، سمعت ان في مشاكل حاصله يعني. طب وانت يا انتوني، انت نفسك تصلي لهم النهارده؟ اه. طيب قبل ما تصلي يا انتوني، خليني اقول لك انه في حرب على شمال سوريا، اوكي، وكمان في مشاكل كبيره حاصله في لبنان، وكمان في اطفال كتير متضايقين وحالتهم وحشه قوي لدرجه ان هم ممكن يبقوا جعانين جدا جدا، والاطفال دول بالالاف في بلد اسمها اليمن. خلينا اقول لك كمان ان شمال السودان فيها مشاكل، خلينا اقول لك ان جنوب السودان كمان عايزين صلاه. هتصلي كل الناس دي، يعني مش لازم تفتكرهم كلهم وتقول اساميهم، بس اصلي لهم كلهم مع بعض، واحنا كلنا هنصلي معاك على الهواء. هرب صعبك لمنك ان هو اي بلد فيها مشاكل كل مشاكل تبطل وتقف يا رب. امين 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 امين. ممكن ارنم ترنيمه؟ يلا. طب استنى قبل ما ترنم يا انتوني، طمنا على قريبك اللي كان بيعمل عمليه. ايوه. مش كويس. ليه؟ هو طلع من المستشفى ولا لسه؟ هو كان في العنايه المركزه. هو لسه في العنايه. لسه في العنايه لحد النهارده؟ اه. اوكي. هو كان اسمه كيفن صح؟ اه. طيب احنا قبل ما ترنم معلش تاني يا انتوني، خلينا نصلي كمان مره لكيفن. ماشي كريس، ممكن تصلي لكيفن؟ يا بابا احنا واثقين فيك زي ما احنا بنقول دلوقتي انه كلنا في حضنك وانه انت بابا وان احنا كلنا اولادك. يا بابا احنا جايين دلوقتي بنتحد باخونا انتوني وبنصلي عشان اخونا كيفن يا بابا، وجايين بنقول لك انه تعالى واتحنن يا رب، تعالى انفخ نسمة حياة يا رب في كيفن يا رب، تعالى يا رب اديله يا رب، خليه يكون يا رب صحته احسن بكتير يا رب مما كانت يا رب، خليه يا رب يقوم ويشهد يا رب ان انت اب صالح يا رب، وانه يا رب انه كل وقت صعب يا رب هو عدى فيه يا رب انت كنت معاه فيه يا رب. احنا كلنا يا رب ماسكين يا رب في كيفن يا رب، وعايزينه يا رب يقوم يا رب، وعايزينه يبقى باحسن صحه يا رب، لانه انت قلت انه انت يهوى رفا، انه انت بابا الشافي. احنا جايين يا رب بنطلب منك يا رب وبنطالبك بكلامك، وبنقول لك يا رب تعالى يا رب اشفي كيفن يا رب، وخليه يا رب يقوم يا رب من العنايه المركزه، وخليه يا رب يرجع تاني مدرسه ويرجع تاني مع اصحابه ويتكلم عنك يا رب. امين امين. يلا سمعنا الترنيمه بقى يا انتوني. لانك انت معايا، لانك انت معايا، لانك انت معايا ايه بقى خوفني، لانك انت معايا، لانك انت معايا، لانك انت معايا ايه بقى خوفني. اصحابي السنه خمسه وسته وانا لسه السنه رابعه، وفي ناس اولى وثانيه وثالثه وثانوي في الجامعه، قادر تعرف كل خرافك بالاسم وبالسن كمان، تضمن لي حياة الامن خرف مخصوص وسط الخرفان، تضمن لي عالمك.
مش ممكن اخاف لانك انت معايا، لانك انت معايا، لانك انت معايا، ايه بقى يخوفني؟ لانك انت معايا، لانك انت معايا، لانك انت معايا، ايه بقى يخوفني؟ برافو برافو انتوني، حلوه جدا جدا جدا. خلينا نكمل نرنم الغنوه دي الاسبوع كله، كل ما تسمع انه في حاجه وحشه بتحصل لاخواتنا في البلاد اللي احنا قلنا عليها كمل قول لانك انت معايا. ايه بقى هيخوفني؟ مش عشان انا جامد، عشان انت معايا، عشان انا مستخبي في حضنك، وانت كمان يا اللي بتسمعنا من كل البلاد العربيه اللي بتحصل فيها اللي حاصله فيها مشاكل، احنا معاكم. عيله يسوع معاكم، صح مش احنا معاهم؟ وكمان يسوع بنفسه معاكم. كريستي، انا عايز اعرف كريستي ده اسم ولد ولا اسم بنت؟ بنت طبعا. دي عايزه سؤال، ازيك يا كريستي؟ ازيك يا كريس؟ برضو تنفع بنت. كريستي كريستي الو، ازيك يا كريستي؟ ناقص لك نون وتبقي زينا. بتكلمينا منين يا كريستي؟ من سوهاج. اوه كريستي من سوهاج، يعني من صعيد مصر. عايزين ندي سقفه كبيره قوي قوي لصعيد مصر. ازيك؟ خلاص هي سقفه سقفه كبيره. كريستي احنا بنحبك قوي اولا، قولي لنا بقى انت عندك كام سنه؟ 7 سنين. واو 7 سنين. طب انت حافظه ترنيمه لانك انت معايا؟ لا مش قوي. مش قوي. طب حفظتيها من الشويه اللي قلناهم؟ احنا قلناها كتير قوي، قدرت تحفظي شويه؟ وحافظه ترنيمه تاني. طيب ايه الترنيمه التانيه اللي انت حافظاها؟ ترنيمة نواري. ايه نو ايه نواري؟ طب سمعينا كده. طب سمعينا حته كده. نواري نواري يا يا موسى المسيح، نواري نواري نواري. حلوة قوي يا كريستي، حلوة جدا، سقفة كبيرة قوي 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 يا كريستي. يا كريستي اولا صوتك حلو، ثانيا الترنيمة اللي انت قلتيها دي وقتها فعلا، ده الوقت اللي كنيسة يسوع اللي كنيسة المسيح تعمل ايه؟ تنور تنور. على فكرة يا كريستي خليني اقول لك على سر، تعالي معايا عشان دي الكاميرا بتاعت الاسرار. يا كريستي السر اللي انا عايز اقول لك عليه انه الضلمة بتغطي كل الارض، مش الضلمه اللي هي كهربا، ضلمه الخطيه والشر بتغطي الارض كلها. في الوقت بقى يا كريستي اللي الضلمه هتغطي كل الارض لازم كنيسه يسوع هي اللي تنور زي ما انت غنيتي كده. عشان كده كملي غني الاغنيه دي، اغنيه ترنيمه حلوه قوي، غنوه جميله جدا. لازم كنيسه يسوع واولاد ربنا في الوقت ده هم اللي ينوروا. كريستي عايز اسالك على سؤال. نعم. نفسك تصلي لاخواتنا اللي هم في البلاد الثانيه اللي فيها مشاكل؟ طب هم سامعين صلاتك دلوقتي، تحب تصلي واحنا كمان كلنا هنصلي معاكي دلوقتي؟ يلا احنا كلنا سامعين صلاتك. يا بابا يسوع احفظ كل العالم ما تخليهم يبقوا في شر، وخلي الناس الوحشة تبعد عنهم علشان هم آمين. امين امين امين. يا كريستي بنحبك جدا ومبسوطين جدا ان احنا سمعنا صوتك على الهواء النهارده في برنامج عيلة يسوع. كلمينا كل مره. باي باي. اهم حاجه ان اسمك يبقى مكتوب جوه سفر الحياه. يسوع يكتب اسمك، مش اي حد تاني يكتب، مش ان حقك يرجع. ولو حلو ان احنا لما بنحس ان احنا في مشكله عندنا او في حد واخد حقنا بنتضايق قوي، بس اهم حاجه ان اسمك يبقى مكتوب في سفر الحياه ويبقى ليك مكان مع يسوع في السماء وتبقى مستخبي جوه حضنه. النهارده انت بره حضن يسوع ولا جوه حضن يسوع؟ لو انت جوه حضن يسوع يا بختك، دلوقتي انت ليك مكان جوه العيله الجميله، عيله يسوع. ينفع تفرح، ينفع تنبسط، صح ولا ايه؟ ينفع تقول انك انا ليا مكان جوه عيلتي. ما تيجي قولوا معايا كده، قولوا معايا يلا 1 2 3. انا ليا مكان، انا ليا مكان جوه عيلة يسوع، جوه عيلة يسوع. انا ليا مكان، انا ليا مكان في حضنه، في حضنه. انا مستخبي في حضنه، انا مستخبي في حضنه. كل اللي مستخبي في حضن يسوع افرح معايا دلوقتي. حتى لو حواليك قلق، حتى لو حواليك مشاكل، صدقني احنا حاسين بيك. افرح معانا لانه انت مستخبي جوه حضن يسوع مش لاي سبب تاني. يلا يلا يلا.
افرح لو كنت من يسوع. الموضوع اللي احنا كلمنا فيه المره اللي فاتت، فاكر الولد اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت؟ ايه اي ولد؟ الولد اللي كان تايه في الصحراء وناسي وكل حاجه خلصت، الميه خلصت وقوته خلصت. كل حاجه خلصت. ايوه ايوه صحيح صحيح. وانت قلت لي انك هتكمل لنا القصه بتاعته المره دي على فكره. ايوه ايوه صحيح. طب الاول الاول ايه؟ ايه الاول؟ قبل ما نكمل القصه يعني. ايوه ممكن اكلم حد؟ نكلم حد. يلا تعالوا نقول الو. الو الو الو. طب الو، يجب ان يكون من خلال الهاتف المشتف. الله، شفت الصوت؟ اه هنكلمه تاني. ماشي، ارجع كلمينا تاني او كلمنا تاني. اوكي، الاول بقى يا نعناعة قبل ما نكمل القصه اللي انت عايزه تكمليها دي. أنا حتى عايزه اكمل القصه. ايوه ايوه لا متحمسه قوي. يلا 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 نكمل القصه لو سمحت. لا صح. طب الاول هنروح نزور بيت مصر بسيط ونشوف بيعملوا ايه وبيتصرفوا ازاي في ميعاد اذاعه برنامج عيلة يسوع. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا 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 يلا. طب ما يلا 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 يا دينا ورينا. شغل المحطه يا ولد، برنامج عيلة يسوع هيبتدي. هي دي؟ هو تعالى يا اولاد، البرنامج هيبتدي. علي الشاي، هاتي الشاي، هاتي الشاي. جبت لكم الشاي يا رجال عشان تتفرجوا بمزاج. تسلم يدك. شبابون اشرب وتهني. حبيبي يا ولدي حبيبي. حقيقي برافو برافو على كل حد مش بيتفرج على التلفزيون لوحده، يعني مش بيفتح التلفزيون ويتفرج على برنامج عيلة يسوع لوحده، لكن ان هو بيعمل بيجيب بابا ويقعده جنبه، تعال بابا تعال هنتفرج على برنامج عيلة يسوع دلوقتي، وبعد كده بيجيب مامته يقعدها، وبعد كده ينادي على اخواته، وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين مش هيسكت، وبعدين هيتصل بولاد عمه، وبعد كده هيتصل بولاد خاله، وبعد كده يلا 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 بس قوم بس كده. يلا بعد اذنك كمل لنا بقيه القصه بتاعت الولد. طب ما لسه قرايبه ما خلصوش. احنا قلنا ولاد عمه وولاد خاله. كان لسه هتجيب العيله وشجره العيله وعيله العيله ولا ايه؟ لسه كان في ولاد عمته وولاد خالته وجيرانه وحاجاته. ما ينفعش نكمل؟ لا بصراحه انا عايزه اعرف قصه الولد اللي انت وعدتنا بيها المره اللي فاتت. هو انتوا عايزين تعملوا ايه؟ هم كمان عايزين يعرفوا. طب مش الاول يا نعناعة ان احنا نراجع اصلا القصه، نعرف ايه القصه؟ طب ما يمكن في ناس ما سمعتش اول القصه، حقهم ان هم يسمعوا اول القصه. ما تيجي نسمعهم اول القصه. كلام موزون. يلا يلا نتفرج على اول القصه عشان نعرف كمالتها ايه.
ده واحد صاحبنا كان ماشي في يوم من الأيام، بس واضح إن في حاجة غلط. هو قلقان، حيران، جعان، تايه. تايه؟ تايه. بس يا ترى هو ايه المكان اللي هو تايه فيه ده؟ يا عيني، ده تايه وسط الصحراء الواسعة الرهيبة اللي من غير اتجاهات ولا لافتات ولا محلات ولا اي حاجة من الحاجات، بس هو والشمس والرملة الصفر. حتى البوصلة بتاعته اللي بيعرف بيها الاتجاهات واضح انها باظت. يا ناس، يا خلق، يا هو. طبعا ولا حد هيرد هنا. في الاول قعد يحسبها مره واتنين وتلاته قبل ما يكمل مشي. امشي يمين ولا شمال ولا الورا ولا القدام، اعمل ايه؟ بصراحه مفيش اي حاجه واضحه. ما هو هيعرف ازاي؟ دي صحراء يا جماعه، صحراء. لكن عموما هو ابتدى المشوار. بعد شويه من المشي في الشمس الفظيعه دي والصحراء اللي ما بترحمش، طبعا صاحبنا ابتدى يتعب وقوته تخلص، وفي نفس الوقت حيرته وقلقه بيزيدوا، وفي نفس الوقت الميه بتاعته خلاص بتخلص. لا 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 لا، دي خلصت خلاص، ومن الواضح كده انه مش هيقدر يكمل المشوار. ياه، شكله مفيش فايده. يا ناس، يا خلق، يا هو، هو في حد هنا؟ مش بس كده، واللي زاد وغطى ان الليل دخل عليه ومبقاش شايف اي حاجة حواليه. عيلة يسوع بالظبط ده اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت. بس اكيد يا جماعة دي مش النهاية، اكيد قصة الولد ده ما خلصتش عند كده. اكيد لا، اكيد في حاجة تانية، لان احنا قلنا انه الولد ده حكايته هي حكايتي، ده ممكن يكون انا، ممكن يكون انت، وممكن يكون انت. اكيد القصه ما خلصتش، اكيد مش دي النهايه. بس يا ترى ايه اللي حصل؟ مش بس كده، واللي زاد وغطى ان الليل دخل عليه ومبقاش شايف اي حاجه حواليه. فجاه ظهر حد وسط الصحراء، شكله كده راجل كبير وحكيم. انا هنا. وصاحبنا اول ما شافه جري عليه. انت كنت فين كل ده؟ انا ما كنتش لاقي اي حد. الراجل الكبير قال له ما تخافش، انا مستعد اساعدك لو انت تحب. الولد قال له ايوه، ابوس ايدك ساعدني، انا محتاجه اكمل المشوار. الراجل قال له اول حاجه هتعملها هتديني اللي عندك. الولد قال له انت متاكد؟ انا اللي عندي مش حلو. الراجل قال له مهما كان اللي عندك هاته. الولد راح اداله قوته اللي خلصت. هنا بقى الراجل اداله قوة جديدة من عند يسوع، وقال له سيبك بقى من قوتك اللي خلصت، يسوع بعت لك مكانها قوة جديدة جدا. صاحبنا أخد القوة الجديدة وحس إن كل الضعف اللي كان فيه اختفى. الولد كمان ادى للراجل قلقه وحيرته الكتيرة، وهنا بقى الراجل أخده واداله سلام كتير وقال له يسوع بعت لك السلام ده كله ليك. الولد قال له كله بتاعي؟ الراجل قال له ايوه كله ليك. الولد كمان اداله ازازه الميه الفاضيه واخد مكانها واحده تاني مليانه على الاخر. التبديل اللي حصل ده اسمه الايمان، قولوها ورايا، الايمان. الراجل قال له تاني حاجه هعملها معاك اني عايز اوريك حاجه. انا مش شايف حاجه. الراجل قال له انت شكل عينيك مش مفتوحه، محتاج عينيك تتفتح. ايوه انا شايف حاجه هناك اهو. الراجل قال له شايف النور اللي في اخر الطريق ده؟ الولد قال له ايوه شفته. قال له هتفضل ماشي لحد ما توصل للنور ده، عمرك ما هتتوه. هو ده بقى اسمه الرجاء، النور اللي الولد شايفه اخر الطريق هو ده الرجاء. قول ورايا، الرجاء. الراجل قال للولد تالت حاجه هديها لك محبة من يسوع. الولد قال له ياه، كل دي محبة ليا لوحدي؟ الراجل قال له
أيوة ليك لوحدك. الولد سأله تاني، قال له المحبة دي من يسوع بنفسه؟ الراجل قال له أيوة صدقني يسوع بنفسه بعتها لك، ومش هتقدر تكمل من غيرها، بس على شرط كل يوم لازم تاخد محبة جديدة من يسوع. المحبة؟ الراجل قال له دلوقتي بقى تقدر تكمل المشوار. أيوة أنا هكمل المشوار. إيمان، رجاء، ومحبة عشان تكمل المشوار ورا يسوع. خد بالك من غير الثلاث حاجات دول مش هتعرف تكمل المشوار. انسى انك تكمل المشوار، هتقع في الصحراء، هتتوه، حالتك هتبقى وحشة قوي. خد بالك انه مفيش كمالة من غير الإيمان والرجاء والمحبة. عشان كده النهاردة مش هنبطل نقول إيمان ورجاء ومحبة عشان نكمل المشوار ورا يسوع. إيمان، رجاء، محبة. وانت كمان كلكم قولوا معانا إيمان ورجاء ومحبة عشان نكمل مشوار. يلا كل آلة يسوع تقول يلا بينا. استنى استنى، فيها ثلاث حاجات كده. افتكر كده الايه اللي قلتها لك قبل الهوا. ها ايه الثلاث حاجات؟ مش عارف. ما هو لازم نعرف جبنا الكلام ده منين في الكتاب المقدس. ما انا لو فاكره هقول لك على طول. يا انا قلتها لك قبل الهوا على طول. طب قول كده.
اقول لك بصي اما الان اما الان فيثبت فيثبت الايمان الايمان والرجاء والرجاء والمحبه. تقوليها تاني؟ ماشي. اما الان اما الان فيثبت 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 الايمان الايمان والرجاء والرجاء والمحبه والمحبه. عارفه الايه دي بقى موجوده فين في الكتاب المقدس؟ فين؟ شاهد سهل جدا، كورنثوس الاولى 13 13. كورنثوس الاولى اه 13 13. مش هتنسيها تاني؟ لا ما تقلقش مش هحفظها لك تاني. ما تقلقش انا شاطره قوي. حفظتوها ولا نعناع بس اللي حفظت؟ طب جربوا تقولوها يلا 1 2 3. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. وكمان مرة. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. محدش يقولها، هم هيقولوها. يلا 1 2 3. أما إيه كمان مرة؟ 1 2 3. ثلاث حاجات لازم يبقوا في حياتك عشان تكمل مشوار ورا يسوع، من غيرهم مش هتعرف تكمل المشوار. اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه. عشان كده كمان مره كل عيله يسوع هنقول الايه مع بعض. يلا 1 2 3. اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه. كمان مره. اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه. الشاهد بقى فين يا جماعه؟ شطرة يا نعناع. طب ما انا هفصها لك قبل الهوا بعد كده تركز. تقريبا توهت كده وبسرح شعري. هو مشكله في شعرك. ايوه بيأخرك وبيخليكي حاجات كتير كده. سامحني خلاص. بس هو حلو. شكرا. طب ما تيجي تشوفهم نشوفهم حفظوها ولا لا؟ يلا. يا مريم ازيك؟ ازيك يا مريم؟ انا كويسه. وحشتينا قوي يا مريم، عامله ايه؟ انا كويسه. واحنا كمان كويسين. وحشتيني خالص. وانت وحشتيني قوي 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 قوي. يا مريم احنا اولا احنا اسفين اتاخرنا عليكي، ماشي؟ تاني حاجه انا عايز اسالك، عرفتي تحفظي الايه اللي نعناع كانت ناسياها؟ برافو. تحبي تقوليها وانا اساعدك فيها؟ طب يلا بينا نقولها، نحاول نقولها مع بعض. يلا 1 2 3. أما الإيمان، أما الآن فيثبت المحبة، الإيمان والرجاء والمحبة. برافو 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 برافو. مريم الآية دي موجودة فين في الكتاب المقدس؟ كورنثوس الأولى. أيوة فين بقى؟ 13 الأولى 3 13. لا 13 13 13 13. زي بعض 13 13. ماشي. أخوي عايز يكلمكم. يلا ادينا أخوكي. ألو. إزيك يا يوسف؟ عامل إيه؟ أنا كويس الحمد لله، أنت عامل إيه؟ أنا كويس. يا يوسف فاكر تعرف تقولي الآية اللي مريم قالتها حالاً؟ هنساعدك فيها، هساعدك فيها. يلا قول معايا. يلا. أما الآن. أما الآن. فيثبت. فيثبت. وإيه والمحبة. برافو. سقفة كبيرة ليوسف. أشطر مني. شكرا مريم ويوسف، مبسوطين قوي إن احنا سمعنا صوتكم. باي باي. معانا كمان جوليانا من القاهرة. إيه؟ بيحبونا خالص. الله يخليك الله يخليك، ده أنت اللي جميل. جوليانا إزيك يا جوليانا؟ اتأخرنا على جوليانا، معلش معلش يا جوليانا، لو تقدري ترجعي تكلمينا تاني يبقى كتر ألف خيرك. خد الثلاث حاجات دول. فين الثلاث حاجات اللي كانوا معايا دلوقتي؟ هو هتلاقيهم على يمينك يا كوكي. شكرا. تعالى ما تيجي تساعدينا فيهم. تعالي تعالي. يا نعناع رحتي فين؟ انا جيت اهو. هو انا حد اجيب حد يمشي؟ معلش اهو يلا. اتفضلي اتفضلي. اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه. هنقولها تاني ونشاور عليهم مع بعض. اتفقنا؟ يلا. يلا 1 2 3. اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه. كورنثوس الأولى 13 13. الولد وقع في الصحراء وكان هيتوه وما كانش هيكمل، لولا إنه الراجل قال له
انا جبت لك ايمان. لازم يبقى معاك الثلاث حاجات دول، ايمان ورجاء ومحبه. من غير الايمان والرجاء والمحبه صدقني ما هتعرف تكمل المشوار ورا يسوع. كل اخواتنا في كل الدول العربيه وفي مصر، لو كانت حالتك وحشه او كانت حالتك حلوه، لو كان في اضطهاد او ما كانش في اضطهاد، لو كان في مشاكل او ما كانش في مشاكل، مش هتعرف تكمل المشوار ورا يسوع من غير ما يبقى معاك ايمان رجاء ومحبه. عشان كده عمالين نقول اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه. عيلة يسوع مش هتكمل المشوار ورا يسوع من غير الايمان والرجاء والمحبه. اخر مره بقى 1 2 3، اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه. الثلاثه دول لازم يبقوا معاك طول الوقت. عشان كده ايه يا كريس؟ عشان كده لو انت يا سيدي كنت زي صاحبنا اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي، والوقت اللي فات عديت بظروف صعبه قوي، وحسيت انك لوحدك وانك تعبت خلاص وكل قوتك خلصت وكل طاقتك خلاص ما بقتش موجوده وخلاص تعبت، انا عايزه اقول لك واطمنك انه دلوقتي 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 ينفع تجري على يسوع، ينفع تجري على يسوع وتمسك فيه وتنادي عليه وتقول له يا رب جدد لي قوتي، انا خلاص خلصت، جدد لي قوتي زي ما حصل في الفيديو. يا رب اديني رجاء، اديني ايمان، اديني ايمان جديد، اديني محبه جديده، اديني كل دول عشان اعرف اكمل السكه تاني لحد الاخر. وعايزه اطمنك ان هو ساعتها هياخدك في حضنه، هياخدك جواه، هيخبيك جواه، ولما تبقى جواه خلاص مش هتخاف من حاجه تاني، هتبقى حر من الخوف، خلاص مش الخوف مش هيقدر يسيطر عليك تاني، مش هيقدر يجي خوفك. دلوقتي في مشاكل، دلوقتي في حروب، خاف، انا دلوقتي في يسوع، انا عندي طاقه جديده، عندي قوه جديده، انا هفضل ماشي ورا يسوع، وهيفكرك وهيقول لك انه انت ابني وانا باباك وانا بحبك وانا ماشي معاك خطوه بخطوه في السكه دي للاخر. تعالوا مع بعض نقول كده، انا حر في المسيح. لما تكون حياتي ملخبطه، لما تكون نفسي محبطة، بفتكر مكاني فيك وبإيمان بجري عليك، ويكون وعده ليا خير وسلام من إيده رحمة كل الأيام، ويكون وعده ليا خير تاني. ازيك يا جوليانا؟
ازيك يا جوليانا؟ كويسه. عامله ايه؟ طمنينا عليكي. الحمد لله. يا جوليانا، ايه الثلاث حاجات اللي مش هنعرف نكمل من غيرهم ورا يسوع؟ مش هنعرف نكمل المشوار من غيرهم. الرجاء، محبه، والايمان. صح قوي، برافو عليك يا جوليانا. طب تعرفي تفكريني يا جوليانا بالايه؟ احنا جبنا منين الكلام ده؟ من الكتاب المقدس. لسه كنا بنقول الايه من شويه. اساعدك؟ ماشي. يلا. اما الان، اما الان فيثبت، فيثبت الايمان والرجاء والمحبه. الايمان والرجاء والمحبه. برافو قوي، تقدري تقوليها لوحدك؟ اه. يلا هنسمعك كلنا. اما الان فيثبت الرجاء والمحبه والايمان. ماشي، قلتيهم بالشقلوب بس ما جراش حاجه. الايمان والرجاء والمحبه. برافو عليك يا جوليانا. على فكره الايه دي موجوده في الكتاب المقدس في كورنثوس الاولى 13:13. يا جوليانا، انت هتكملي المشوار ورا يسوع صح؟ اه. اكيد هتعملي كده. اه. خدي بالك، من غير الايمان والرجاء والمحبه مش هتعرفي تكملي المشوار، زي صاحبنا ده اللي كان موجود معانا حالا. اتفقنا؟ اتفقنا. ممكن اختي تكلمكم؟ يلا ادينا اختك. الو، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. صح كده؟ اه. طيب مريم، قولي لي، نفسك تكملي المشوار ورا يسوع؟ اه. طب جميل جدا، هتكملي ازاي المشوار؟ بالايمان والرجاء والمحبه. برافو عليكي. ما تيجي نقول الايه مع بعض بقى؟ ماشي. يلا، 1 2 3. اما الان فتثبت الايمان والرجاء والمحبه. برافو برافو. عايزين ندي سقفه كبيره قوي لجوليانا ومريم، سقفه كبيره قوي. برافو جدا جدا. مبسوطين جدا يا جوليانا ومريم وكلارا ان احنا سمعنا صوتكم كلكم النهارده. باي باي. ومعنا كمان انتوني من سوهاج. ايوه. ازيك يا انتوني؟ ايوه يا انتوني. ايوه. عامل ايه يا حبيبي؟ ايه ده؟ الحمد لله. شفنا انتوني شاطر بيجاوب قبل ما اسال السؤال. يا 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 انتوني، قول لي انت بتكلمنا منين في سوهاج؟ طما. حلو قوي، من طما. طب عايز اسالك بقى سؤال مهم جدا جدا يا انتوني النهارده، انت نفسك تكمل المشوار ورا يسوع؟ اه. ازاي بقى هتكمله؟ ما انت ممكن ما تكملوش. الايمان والرجاء والمحبه. سقفه كبيره قوي 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 لانتوني. ايه الجمال ده يا انتوني؟ طب ما تقول لي الايه اللي احنا عمالين نقولها في الكتاب المقدس. واما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه. انت جميل جدا، انت شاطر قوي، انت ازاي كده؟ انت ايه؟ انت 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 جامد جدا يا انتوني. انا عايز اسمع صوتك كل مره، اتفقنا؟ ماشي. حبيبي يا انتوني، كمل المشوار ورا يسوع، ايمان، رجاء، محبه. باي باي. 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 خد بالك انه الايمان انك تدي ليسوع الحاجه الناقصه اللي عندك، الحاجه اللي خلصت خلاص، وتاخد منه الحاجه الكامله الحلوه اللي عنده. يعني ازاي؟ يعني انك تديله قوتك اللي خلصت خلاص. هو هيديك قوه جديده من عنده هو. بدل معاه كده، قوتك خلصت، يسوع هيدي لك قوه جديده من عنده، وهو ده الايمان، انكم تبدلوا مع بعض انت ويسوع. والرجاء بقى، تعالي، شايفه؟ لازم تشوف النور، شايفه النور اللي هناك اخر الطريق؟ شايفاه؟ لازم تشوف النور اخر الطريق وتمشي تكمل ناحيته. هو ده اسمه الرجاء. الرجاء، انك تشوف النور وتكمل ناحيته. والمحبه هي محبه يسوع بنفسه ليك، عامله زي الموتور كده. ينفع تبقى عربيه شغاله من غير موتور؟ لا ما ينفعش. حياتي برضو مش هينفع تكمل من غير محبه يسوع، هي دي الحاجه اللي هتخليني اعرف اكمل. جميل جدا. عشان كده عمالين نقول اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه، الثلاثه دول هم اللي هيكملوا معاك. عشان كده احنا عملنا غنوه جميله جدا. الغنوه دي بتقول ايه؟ كمل المشوار بايمان ورجاء ومحبه. كمل المشوار. والغنوه دي شكلها كده هتبقى الشعار بتاعنا للوقت اللي جاي، عايزين نركز جامد فيها ونحفظها حلوه قوي. بس مش هنقولها دلوقتي، هنقولها بعد الفقره الجايه. ايه بقى الفقره الجايه؟ فقره وجدت كلامك مع فينا. اوعى تكون ناسيين، يلا بينا. كنوز جديدة هنكتشفها هتلمع وتنور لينا واحنا بندور مع بعض في كلمة ربنا في فقرة وجدت كلامك.
اخواتنا وحبايبنا في عيله يسوع، ازيكم؟ فكره وجدت كلامك بجد، انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وحشني قوي ان احنا نقعد مع بعض وندور في كلمه ربنا علشان نكتشف الاعلانات والكنوز والاخبار اللي هو عايز يحكي لنا عنها. تعالوا كل واحد يجيب كتابه زي ما احنا متعودين علشان نطلع منه الايه اللي هنعرفها النهارده، بس في الاول خلونا نطلع نسمع الايه مع بعض ونرجع تاني. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. عبرانيين 12:2. يلا نقولها مع بعض. ناظرين إلى رئيس الإيمان. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. ومكمله. يسوع. يسوع. الآية دي هنلاقيها في عبرانيين 12:2. تعالوا نقولها مع بعض مع جوي بالحركات، بس نقولها كلنا مع بعض في نفس واحد. يلا بينا. ناظرين. ناظرين. إلى رئيس الإيمان. إلى رئيس الإيمان ومكمله. ومكمله. يسوع. يسوع. عبرانيين 12:12. عبرانيين 12:2. هنقولها مرة كمان عشان اتلخبطنا في الشاهد. يلا. ناظرين. ناظرين. إلى رئيس الإيمان. إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ومكمله يسوع. عبرانيين 12:2. عبرانيين 12:2. الآية دي جميلة جدا بس صعبة شوية يا بينا. يعني ايه رايك لو دورنا في ترجمات تانية زي ما انكل رفعت علمنا قبل كده؟ فكره حلوه جدا. فاكرين لما انكل رفعت علمنا لو في ايه عايزين نفهمها ندور في تفسير تاني او ترجمات تانية؟ يلا يا جوي، واضح ان انت جايباهم معاكي. ما يعني انت ما اضمنكيش بصراحه تعمل لنا ايه صعبه. يلا قولي. في ترجمه بتقول كده: ولنثبت عيوننا على يسوع قائد ايماننا ومكمله. في ترجمه تانية بتقول: يجب أن نركز أنظارنا على يسوع مصدر وهدف إيماننا. حلوة قوي، متهيألي كده بقت أبسط. يعني أبسط شوية، بس يعني إيه قائد إيماننا دي؟ طب بصوا، أنا هحكي لكم على حاجة حصلت معايا خلتني أفهم الآية دي بشكل أحسن شوية. على فكرة أنا كنت بحسها برضو ممكن تبقى صعبة شوية. بس بعد ما حصل معايا الموقف ده حسيت أني فهمت الآية دي أكتر. من وقت كده أنا قررت أن أمشي مشوار الرياضة. قررت كده ان انا يعني لازم العب رياضه عشان ابقى نشيطه وصحيه. قمت عملت ايه بقى؟ قمت اشتركت في الجيم وجبت لبس رياضي وجبت شنطه الرياضه ورحت اول يوم. وقمت عملت ايه في الجيم؟ هعمل ايه تفتكروا؟ عملت ايه؟ خلينا كده معاكي في الشنطه. ايه ده؟ قعدت العب رياضه. بصي بصي قعدت اعمل ازاي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. عارفة يا جوي، أنا ما قدرتش أكمل دقيقتين ثلاثة ورا بعض. والغريب بقى إن أنا لما بصيت حواليا لقيت إن في بقى ناس بقى عمالة 10 20 100 50. أنا بصيت لهم واستغربت قوي، قعدت أقول يعني إيه ده؟ إيه الفرق ده؟ بس أنا اكتشفت الفرق ده جاي من إيه. عارفة اكتشفت إيه؟ اكتشفت ان الفرق اللي بيني وبينهم هو ان هما بيتدربوا مع مدرب خصوصي، مع قائد. يعني انا كنت بتدرب مع نفسي كده، يعني نازله كده مع نفسي، مش كده ما قدرتش اكمل. لكن هما كانوا بيتدربوا مع مدرب مخصوص. المدرب ده زي القائد، بيقول لهم التمارين اللي يعملوها، بيقول لهم كمان التمرين ده لما يعملوه هيحصل ايه في جسمهم. يعني لما تلعب دي بالطريقه دي العضله دي مش عارفه هيحصل فيها ايه، بيقول لهم ايه اللي هيحصل لما يعملوا التمارين دي، بيقول لهم كمان ايه الهدف اللي هيوصلوا له، مثلا الوزن اللي هيوصلوا له بعد كل التمارين دي. مش بس كده، لما بيتعبوا، لانه على فكره الرياضه اوقات لما تقعدي كتير تتعبي، بيشجعهم بكل حب. ودي الحاجه اللي بتخليهم حتى لو تعبانين وعرقانين وفطسانين بيكملوا عشان معاهم قائد بيشجعهم. انا كده فهمت الايه. فهمتي يعني ايه؟ عايزه تقولي انه عشان اكمل سكه الايمان والرجاء والمحبه اللي قاعدين بنتكلم عنها
لازم افضل باصص على يسوع طول الوقت، هو القائد بتاع الايمان واللي بيكمله فعلا. هو ده اللي انت تقصديه بالظبط كده؟ يعني لما اتعب وفي الوقت الصعب هفضل مصدق فيه لان انا باصص عليه، وهفضل شايف النور في اخر الطريق، ولما هبقى محتاجه اتشجع وتعبان وزهقت هيجي يطبطب عليا ويشجعني. بالظبط كده، زي بالظبط ما لو انا عايزه اكمل سكه الرياضه بتاعتي دي اللي انا قررتها، لازم عينيا ما تنزلش من على المدربه بتاعتي. كمان لو احنا عايزين نكمل المشوار اللي كنا عمالين نحكي عنه في الحلقه بايمان، قولوا معايا ورجاء ورجاء ومحبه، لازم عينيا ما تنزلش من على رئيس الايمان يسوع، لانه يسوع رئيس الايمان، هو مصدر الايمان، هو الهدف بتاعي، هو الرجاء اللي انا مستنيه. ايه طلعت قويه قوي بصراحه، تهالي كده بقت بسيطه خالص خالص. تعالوا نقولها تاني عشان نحفظها ونفتكرها، بس يلا نقولها بحماس بقى. ناظرين ناظرين الى رئيس الايمان الى رئيس الايمان ومكمله يسوع ومكمله يسوع. عبرانيين 12:2 عبرانيين 12:2. انا عايزه اقول لكم على حاجه، مش بس احنا اللي بنمشي في المشوار ده وبنتحمس نمشي، لكن الكتاب بيقول انه في ناس كتير قوي مشيت المشوار ده ومشيته حلو قوي، ابراهيم وموسى ويوسف وناس كتير قوي هنلاقيهم على فكره مكتوبين في الاصحاح اللي قبل الاصحاح بتاع الايه بتاعتنا. مشوا السكه دي، مشوا السكه دي ومشيوها وهم عينيهم على رئيس الايمان. انا نفسي نصلي الصلاه دي مع بعض يا جوي، ايه رايك لو صليتيها معانا هنا ومع اصحابنا واخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، ان احنا طول ما احنا ماشيين المشوار اللي احنا بنحكي عليه عينينا تفضل ثابته على رئيس الايمان. يلا بينا. يلا يا رب، احنا بنصلي انه مهما السكه كانت صعبه ومهما كان الطريق مكسر يا رب، انه عينينا تفضل محفوظه عليك طول الوقت، فتفضل ثابته عليك مهما كان الوقت ضيق ومهما كانت السكه مش سهله. فربي يتجدد جوانا ايمان يا رب، يصدق فيك ويمسك فيك ويثبت للاخر مهما كانت السكه ضيقه وصعبه ومهما كان الوقت محبط. يا رب يا رب انا بصلي انه نتملي ويتجدد جوانا الايمان ده يا رب، ونشوف قدامنا الرجاء اللي احنا طول الوقت ماسكين فيك ومصدقين فيك عشان ده اخر الطريق. يا رب يا رب انا بصلي يا رب انه تفضل عينينا محفوظه عليك، فنقدر نكمل وراك يا رب بايمان ورجاء، ونقدر يا رب نبقى مفتوحين ونستقبل المحبه اللي في قلبك للاخر. في اسم يسوع امين امين. خلينا فاكرين عشان نكمل المشوار لازم عينينا تبقى ثابته على رئيس الايمان. الكلام اللي قلتوه يا فينا وجوي واللي اكتشفناه مع بعض النهارده مهم جدا، لانه مشكلتنا كلنا ان احنا بنبتدي المشوار بس ما بنكملوش. بالظبط زي ما انا عملت في التمرين. بالظبط، قعدت في الاول تمسك البتاع وبتاع وبعدين ايه بقى بعد كده بعد شويه، طب واحنا هنكمل ازاي المشوار ورا يسوع؟ حد هيقول لي بقى ما هو اللي بيحصل بصراحه اللي بيحصل صعب جدا، ما بقى في احيانا بيحصل اصحابي بيضايقوني، المدرسة ومواعيدها، الشغل والحياة الصعبة اللي بنعيشها، والمكان الوحش اللي احنا عايشين فيه، بصوا لو مسكنا في الحياة الصعبة هنعدها هنلاقيهم 10,000 مليون حاجة. هي دي الصحراء اللي أخونا الولد كان ماشي فيها. شفتوه؟ شفتيه؟ يعني كان فطسان خالص. خالص، كان هو كان خلاص. لو انت عامل زي حاسس نفسك عامل زي الولد ده النهارده ماشي في صحراء صعبه وخلاص قوتك خلصت، حيرتك زادت، الميه اللي معاك خلاص وانت خلاص بتقع بتنهار، اكمل ازاي المشوار ورا يسوع؟ هو ده الايمان والرجاء والمحبه. وزي ما قالت لنا فينا كده، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، ومن غير وانت مش باصص له صدقني ما هتكمل المشوار. انا نفسي كل حد من عيله يسوع النهارده يقول اللي جنبه كمل المشوار ورا يسوع. ما تيجي نقول لبعض كده يا عيله يسوع، كمل المشوار، كمل المشوار ورا يسوع، كمل المشوار ورا يسوع. كل حد بيتفرج دلوقتي من فضلك امان عليك يا شيخ، اجري لكل الناس في بيتك قول لهم كملوا المشوار ورا يسوع، كمل المشوار. مش ما هو انا ابتديت، ما لو ما كملتش يبقى ملهاش لازمه، هتقع في الصحراء. طب واكمله ازاي؟ وانت بتقول لهم كملوا المشوار روح قول لهم ايه بقى؟
هتكملوه ازاي؟ بالإيمان والرجاء والمحبة. لازم التلاتة مع بعض، كمل المشوار إيمان رجاء محبة. تيجي نقول لهم التلاتة مع بعض، يلا 1 2 3 كمل المشوار إيمان رجاء ومحبة. كمان مرة، كمل المشوار إيمان ورجاء ومحبة. هتضعف في النص، كلنا بنضعف، وأنا أول واحد. هتقع في النص، كلنا بنقع، وإحنا أول ناس، إحنا مش أقوياء على فكرة وما فيناش حاجة زيادة. بس هكمله إزاي؟ إيمان ورجاء ومحبة. ما تاخدوا كل واحد. عشان كل واحد يبقى مع واحد. إيمان ورجاء ومحبة. عشان كده بقى عملنا ترنيمة بتقول إيه؟ هتلاقوا أصحى على فكرة، عيلة يسوع في سوريا هتلاقوها عارفينها، يعني هتلاقوهم عارفينها. وصلت لهم قبلنا؟ وصلت قبل، وصلت لقبله عشان احنا بنحبهم، فوصلناها قبل ما نوصلها في الترنيمة. فأنا متأكد إن عيلة يسوع اللي في سوريا، مش كل سوريا طبعا، في مناطق من سوريا اللي احنا رحناها هيبقوا عارفينها وهيقولوها معانا، وهيقولوا كمل المشوار، دي الغنوة ودي شعارنا الوقت اللي جاي، فعايزين نركز فيها ونحفظها حلو قوي، حلو قوي. اتفقنا؟ هنركز؟ يلا قبل ما نركز كل واحد يقول اللي جنبه كمل المشوار ورا يسوع، كمل المشوار ورا يسوع بإيمان ورجاء ومحبة، إيمان ورجاء ومحبة. الخير موجودة ويخليها تبان.
العدد ده هو وحده رئيس السلام لكل حد في المنطقة العربية بتاعتنا، بيعدي بوقت مش أحسن حاجة وبكل اللخبطة اللي بتحصل حوالينا. ارفع ايدك معايا كده وقول هو وحده رئيس السلام، مفيش غيره. يلا بينا. هو وحده رئيس السلام، يطرد الخوف يملاك بالأمان. هو وحده رئيس السلام، يطرد الخوف يملاك بالأمان. كمل المشوار، كمل المشوار، كمل المشوار، إلهك حي. We'll be right back.